وبعد تسلمه رئاسة منتهى مؤتمر المناخ، أعرب سلطان الجابر عن تقديره لرئاسة مصر لكوب 27، كما أشار إلى أهمية البناء على مخرجات كوب 27 في العمل المناخي الدولي. أعرب عن امتناني لصديقي العزيز سامح شكري. Your Excellency, you have led معاليك this conference with vision, لقد قدت هذا المؤتمر برؤية and integrity. وبغرض وبنزاهة. نحن ممتنون لك على خدمتك وعلى إنجازاتك وعلى التزامك بالتقدم في مجال تغير المناخ.